للسياحة في عمان طعم مختلف، إذ يتميز هذا البلد بالهدوء والأمان الذي يحتاجه كل مسافر في سفره، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية من جبال وشواطئ ساحرة ومسطحات خضراء وقلاع وحصون تاريخية. تتميز عمان بالنكهات الشرقية في كل شيء، فهي غنية بالحضارة والحكاية التاريخية وممتلئة بعبق التقاليد الجميلة. من قلب الصحراء بين كثبان رمال الشرقية يتمركز مخيم البر السياحي على مساحة واسعة بين أحضان الطبيعة الصحراوية الهادئة. يقع المخيم في ولاية بيدية بمحافظة شمال الشرقية، ويبعد عن العاصمة مسقط ما يقارب 220 كيلومتر، بما يعادل ساعتين ونصف الساعة بالسيارة حتى وصولك إلى الموقع. يتكون مخيم البر السياحي من مجموعة مختلفة من الخيام العربية التي تحمل الطابع التراثي البدوي، وبتصميم داخلي مجهز بأحدث سبل الراحة العصرية، وهي متنوعة السعة، فبعضها يتسع لشخصين وبعضها مجهز للعائلات، ومزودة بالكهرباء من خلال خلايا الطاقة الشمسية. كما يوجد بالمخيم مجلس عام مبني بسعف النخيل ومزخرف بالتحف العمانية التراثية، تقدم فيه وجبات مختلفة من الأطعمة المحلية والعربية والعالمية حسب الطلب. كما يوجد مجلس عام عبارة عن خيمة بدوية تستقبلك عند وصولك إلى المخيم لترتاح من عناء السفر. غروب الشمس من أجمل وأبهى المناظر الطبيعية وأكثرها سحراً، ولحظات الغروب على التلال الرملية القريبة من المخيم تعد من الأوقات المهمة لمعظم السياح، فهي تأخذك إلى عالم ساحر مليء بالتأمل والذكريات الجميلة. مخيم البر السياحي من قلب الصحراء بين أحضان الطبيعة الصحراوية الهادئة، جمال لا ينسى.